مطر أمين من أمناء الجماعة اليوم في كردفان في غرب ولا في شمال؟ هو شمال. طيب، في افتتاح مسجد في مدينة أبي زبد، مدينة أبي زبد، وهذا الافتتاح حضره محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس الجماعة. ده ذنب ولا رأس؟ رأس. أوعك تقول لي دي أخطاء فردية، دي باسم الجماعة. طيب، وحضر الافتتاح عبد المنعم صالح أمين الجماعة، ذاك الأمين في المنطقة، وليس فيهم جميعا أمين في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة أقولها مع الورع الشديد، ليس فيهم جميعا ممن يعرف الحق ويظل معهم، ليس فيهم جميعا أمين في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، مطر قال نحن كلنا سنيين، أنصار السنة سنيين. أنا بقرأ لك بالدارجة، والرد بيكون بالدارجة لأنه كلامهم بالدارجة. الإخوان المسلمين هي الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين، كده عديد. طيب، قال في صوفي بكره أبو بكر، يعني بكره أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، أبدا. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين، في صوفي بكره أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أبدا. يعني بس أي زول ما بكره أبا بكر وعمر وعثمان بس دي بتخليه سني؟ السرورية سنيين ولا من أهل البدع؟ بكرهوا أبا بكر وعمر وعثمان؟ ما بكرهون يا زول، ده مقياس، ده واحد من الوصول، في وصول ثانية كثيرة جدا. طيب، قال صح بيناتنا خلافات بسيطة، خلافات شنو؟ بسيطة، نقعد في الوطأ نحلها. صح بيناتنا خلافات بسيطة، نقعد في الوطأ نحلها. دي بتحلها قاعدة في الوطأ؟ دي إن قعدت في ترابيزة في الوطأ في الطابق الأول الثاني ما لم الناس ترجع للكتاب والسنة وبتتحل الموضوع. طيب، قال نقعد في الوطأ نحلها، لكن نحن يد واحدة ما بنقبل في الصوفية ولا الإخوان المسلمين. لكن نحن يد واحدة ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الإخوان المسلمين. ده بمثل شنو؟ الجماعة في المنطقة، وما في المنطقة بس، جرى رئيس نائب رئيس الجماعة في السودان، جماعة وفيها رئيس وفيها رئيسين في بلد واحد. الناس اللي كان قالوا رئيس جماعة أنصار السنة في الشرق وجابوا رئيس الإصلاح، ورئيس جماعة أنصار السنة في الغرب وجابوا رئيس المركز العام، كان بتكون شنو؟ مقبولة شوية، ده رئيس منطقة وده رئيس شنو؟ منطقة، قول لا رؤساء ولا شيء، كذب ساي يا زولها، رئيس بتاع شنو؟ لكن ده رئيس الجماعة في السودان، وذاك رئيس الجماعة في شنو؟ في السودان، جماعة يا ته يا تو جماعة. طيب، الجماعة التي انحرفت. قال والإخوان المسلمين والصوفية ما بيقبلوا في أنصار السنة، كلنا يد واحدة ضد الشيعة. وأخوان المسلمين والصوفية ما بقبلوا في أنصار السنة، كلنا يد واحدة ضد شنو؟ الشيعة. ده كلام منو؟ كلام مطر. التعليق على هذا الكلام، وإن كان هو في أوضح الباطل، وهو يدل على انحراف هؤلاء القوم. النازل عشان الشيعة قالوا لأن حارب الشيعة، نتلم كلنا ضد الشيعة. يا أخي ده سفه، والذي رفع السماء ده سفه، وأنا أوريك سفه. دول جاء أسد داخل المدينة، في 10 أنفار، واحد قال لهم يا ناس انتوا 10 راح على الأسد ده، ده ما بكون في مشكلة، صح ولا ما صح؟ ما أسد، لكن لو في نملة جات قرصته، جاء لقى 50 نفر، يا ناس أرح نقتل النملة؟ الكلام ده ما عيب؟ مش عيب؟ ساي عيب؟ الشيعة كم؟ قدر الأسد ولا قدر النملة في البلد دي؟ قدر النملة. تلملم في الناس مالك؟ براك ما بتقدر تقتلها؟ الشغلة دي براك بتقدر تقتلها تنسفها؟ لما تلم في الناس وفي أهل البدع وفي أهل الباطل، حتى الصوفية والله يتناقضون،
ولك ما بدي ايش الدعوه دي بالحكمه، ما تجيبوا اسماء ناس، والكلام ده حق اريد به باطل، اسماء ناس في بعض المواضع، ويجيبوا الصوفيه والواحد تلقاه هايج غضبان صوفيه وفعلوا وعملوا، يجيبوا الشيعه عفوا والكلام في الصوفيه مرات يشوفوا ما حكمه ذاته ويشاكلوك ويضاربوك، زي واحد اسمه عز الدين كشع في رفاعه دب دفرني عديل، بدفرني من المنبر للباب، مره دفرني للباب قال لي يا خمرك يا اخ من الجامع ده يا اخي انت مالك يا اخ، قلت له يا شيخنا الجامع ده لو مكتوب فيه منزل كشة ما بخش، لكن كتبته في بيت الله دقسته معي البنا ذاته ثاني ما بيمرقني سواء العاكف فيه والباد، قلت له المربع ده حق الله ما بخليكم، قلت الجامع يا اخي قسمته نص عملته مدرسه بس قفلت ذاته، ونص دار تعملوا ديوان لك انت تدخل اللي بيدخلوا وتمرقوا، انت بتجيب اسماء الناس وبتجيب لنا مشاكل، قبليها باسبوعين جابوا مجذوب حاج سعيد جاب اسماء الختميه خلاص، قبليها يجيبوا محمد مصطفى يهتر ويجيب يخلوا ساي، قلت له انت جبت ديل وانا اتكلمت عشان انا صغير وديل كبار في السن ولا كيف؟ انت الشغله دي بالصغر الموضوع طويل جدا، فالناس ديل وصلوا درجه قال لك نحن كلنا سنيين، انصار السنه سنيين والاخوان المسلمين سنيين والصوفيه سنيين، الثلاثه مخالفين السنه، مش الاخوان المسلمين والصوفيه، الثلاثه مخالفين السنه، وسيتبين من خلال هذه السلسله ان شاء الله. قال الاخوان المسلمين سنيين يا اخي الالباني قال كيف يكونون من اهل السنه وهم يحاربون السنه، كلام ده قاله الالباني رحمه الله مسجل بصوته، تلقى مقطع جايبين في المظاهرات وجايبين في كلام القرضاوي جايبين في دعاة الباطل ودعاة المظاهرات نبيل العوضي في آخر المقطع جايبين كلمة للألباني قال كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة. ليس صوابا أن يقال أن الأخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، يحارب السنة ده الأخ المسلم، اللحية يسخر بها، التكسير يسخر به، الكلام في التوحيد يحاربه، ده الأخ المسلم يرى المظاهرات الخروج، كفرون المسلمين كما في كتب سيد قطب، يطعنون في موسى عليه السلام بل ويطعنون في موسى عليه السلام ويطعنون في سليمان وفي داود وفي عثمان رضي الله عنه وفي غيرهم من الأنبياء والصحابة، ديل أهل سنة ديل معانا، ده واحد الصوفية ديل أهل سنة، دي كتب الصوفية أنا ما دار أطول لأنه أنتم عارفين ضلال شنو الصوفية وانحراف الصوفية، أديك بس أديك كتاب واحد من كتب الصوفية في الجانب ده لأنه في كم مقطع للجماعة دي أنت عارف المقاطع دي، قال الصوفية أهل سنة ونحن هم نرضى في الصوفية والصوفية والإخوان المسلمين ونحن هم نرضى في الصوفية والإخوان المسلمين، والخلافات اللي بيننا وبين الصوفية والجماعة دي خلافات بسيطة نقعد في الوطن ونحلها، تقعد في الوطن وتحلها بسيطة، موضوع التوحيد بسيط يا ناس، أساس الدين بسيط، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا، طيب الصوفية كذا شوف خلافاتنا ده كتاب واحد خلي باقي الكتب، الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب العبد الفقير إلى لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري، طيب شركة أو الناش شركة القدس للنشر والتوزيع بشارع جاولك 8 شارع جوهر الدراسة القاهرة، طيب الكتاب ده الصوفية بقولوا فيه صفحة 44، أنا الكلام ده شوف خطورة هذا الكلام، ده شيخ قال بيقول الكلام ده، إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك قال فصل ركعتين بعد صلاة العشاء أو في وقت السحر، دي رسالة للشباب الجداد دخلوا في الدعوة، تخش مع الجماعة ديل قالوا ديل زينا سنيين بس خلافات بسيطة، ده سنيين ودي خلافات بسيطة، وديل أوسع أبواب البدع دخلوا فيها، أوسع أبواب الشرك دخلوا فيها
ومشوا قدام شديد جدا. طيب وديل ما بينصروا لك دعوة، شفت الدكاترة اللافين ديل ما بينصروا أي دعوة، محاضرات يا خليلة وأمس وولمس محاضرات شغالة، وأجيب إبراهيم الرحيلي زول ردوا على العلماء هناك جايبينه، ومعه واحد اسمه خالد اسمه خليل حامد خليل، ومعه واحد تاني اسمه عبد الرحمن حامد، قدر ما يجوا يا متن ابن عاشر يا آداب طالب العلم، وفي النهاية طلبة العلم يطلعوا فشلة ما بيش فشل طالب العلم، يلقى قاعد 20 سنة في النهاية يقول لك ليس بعد، ليس بعد. السعدي بيحتاج لي 5 سنوات، 5 شهور بتتم تماما بتدبر، وتفسير ابن كثير بيحتاج إلى 10 سنوات، سنة إن بالغت، وبعد ده إن شاء الله الدعوة دي تواصل تواصل 40-50 سنة، أمورك بعد ذاك بتركز تاني بتكون جاهز لأي زول. 40 سنة في الدعوة كلها من بداية الوحي لنهايته بسبب النزول تطبيقا كلها في 23 سنة بالعمل، 23 سنة و23 سنة ما قال لما نتم حتى نبلغ الدعوة، في نصها دعوة دعوة من أول إلى آخر. طيب إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك فصلي ركعتين بعد صلاة العشاء، شوف ذي المشاكلنا معهم بسيطة، خلافاتنا معهم بسيطة، أو في وقت السحر، وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة، صلي ركعتين بعد العشاء، الصوفي قال لك كذي القادر، وتقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص 11 مرة، ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام، قلت لا سهيت ولا يجي، تسجد بعد السلام وتسأل حاجتك، ثم ترفع رأسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرة، تاني ذكر كم؟ 11. قصته مع 11 ما أعرف شو تيم بتاع كورة عليم رب، قال ثم تقوم وتخطو 11 خطوة إلى جهة العراق إلى يمين القبلة، وتقول في الأولى خطوة الأولى يا شيخ محي الدين، وفي الثانية يا سيد محي الدين، ده سنين يا مطر، ده سنين جماعة المعاون، ده سنين. طيب قال وفي الثانية يا سيد محي الدين، وفي الثالثة خطوة الثالثة يا مولانا محي الدين، وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين، وفي الخامسة يا درويش محي الدين، براه ونبز نفسه وقت ولينا ابن نبو، وفي السادسة يا خواجة محي الدين، انت مطر سوداني لماك مع الخواجات دي شنو تجابك مع ديل شنو، قال لك خواجة عديل، ما شايف ذاك مرقة في وين واشنطن، بقى برسل مين واشنطن ذاك اللي زيرك. طيب بس النتيم الجماعة ذي مشاكلهم معاهم قالوا بسيطة، مشاكلنا معاهم طويلة، مشاكلنا معاكم انتوا طويلة خلي ذي. طيب قال وفي السابعة يا سلطان محي الدين، وفي الثامنة يا شاه محي الدين، وفي التاسعة يا غوث محي الدين، وفي العاشرة يا قطب يا قطب محي الدين، وفي 11 يا سيد السادات عبد القادر محي الدين، ثم تقول يا عبيد الله أغثني بإذن الله، ويا شيخ الثقلين أغثني وامددني في قضاء حوائجي إلى آخره. ديل بنادو محي الدين عبد القادر، ديل خلافك معهم بسيط يا مطر، يا ناس ما تتقوا الله، ده كله بسبب الشيعة، كله بحجتكم بس، الشيعة براكم ما بتقدروا تكفون لما تداهنوا الإخوان المسلمين والصوفية، هكذا صدق الله، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. نزل ما بخافوا الله سبحانه وتعالى، صوفية أخوانك أو الصوفية خلاف بينك وبينهم مسائل بسيطة، وسنيين
وما بيرضوا فيك دي كذبة صوفية ذاته ما بصدقوها كذا الزن. موضوع ده طويل. قال الخلافات صح بيناتنا خلافات بسيطة بسيطة يا ناس. الصوفية نحن بنقول اللي بيخلق الله وحده لا شريك له كما قال تعالى في القرآن الكريم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الصوفية بيقولوا غير الله بيخلق. صوفية بيقولوا غير الله بيخلق. مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتتن فلات القلب العود مفهوم من عود خلقوا لبشر. نحن بنقول غير الله ما بيعلم الغيب لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. الصوفية بيقولوا غير الله بيعلم الغيب. منهم خفي الحال من الأولياء بتاعنا منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. نحن بنقول ما بجوز تحلف بغير الله. الصوفية بيقولوا بجوز تحلف بغير الله في كتاب النصرة العلمية. نحن بنقول الملائكة ما بيغلطوا. الصوفية بيقولوا عندنا أولياء بيشفعوا للملائكة ذاته. عندنا ولي اسمه عبد الرحيم المغربي شفع لملك وقعت منه أفوة في كتاب النصرة العلمية. الصوفية يبغضون الحق ويبغضون أهله ونحن نحب الحق ونحب أهله. الصوفية حتى في الصلاة نقول لهم السنة القبض ازلوا. نقول لهم السنة ما تقنط إلا في النوازل والقنوت السني اقنط حتى في غير النوازل. نقول لهم ما في دعاء بعد الصلاة وده من البدع يجيبوا البدع. الصوفية عملوا الحوليات. يا ناس الصوفية الخلاف بيننا وبينهم دي دائرة شرح ده بسيط. ما افتلقى مثال أعظم الأمثلة في ضرب الخلافات في ضرب الأمثلة للخلاف بين السلفيين الذين هم على الحق والصوفية الذين هم على الباطل ولا شك في بطلان مناهجهم. دي مسائل كثيرة جدا وطوام واقعين فيها النازل وده كلام ما بتاع الإصلاح براو عشان ما يقول لك أيوة دي الناس الإصلاح معناه نحن المركز العام مرقنا منا وإنتوا أخطر من ديلك كلكم شبكة واحدة في الموضوع ده إنتوا ضليتوا وفي غيره من المواضيع.